الشتاء. ترفق لها ملفات وتعرض على مجالس على مجالس تأديبية مفبركة وفاقدة لمصداقيتها، وفئة أخرى يتم التغاضي عنها مهما بلغت مشاكلها وخروقاتها. كما شاب التدبير الإداري لشأن التعليم بالإقليم انفرادية تامة لمديرية الإقليمية في ضرب كل القوانين التنظيمية والتوجيهات الوطنية التي تؤكد على القطع مع التدبير الانفرادي وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، مما أدى إلى تراكم المشاكل بهذا المرفق وجعله في عزلة اختيارية. زد على ذلك غياب تعاطي جاد ومسؤول للمديرية الإقليمية مع المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية التي تؤرق الرأي العام المحلي، وكنموذج على ذلك مشكلة ثانوية الفتح التأهيلية ومشكلة ثانوية الفارابي الإعدادية، والتي لا زالت المديرية الإقليمية إلى الآن لم تصدر نتائج اللجان الموفدة لها. حضورهم الوازن والنوعي لهذا الشكل النضالي الإنذاري فإنه يجدد دعوته للمديرية الإقليمية لاحترام المصادر القانونية ومقتضيات ميثاق المسؤولية في تدبير هذا الشأن التعليمي إقليميا، واعتماد مقاربة تشاركية وفتح نقاش مع الشركاء الاجتماعيين لحل مشاكل النساء ورجال التعليم. كما نؤكد على استعدادنا التام لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حال عدم تحقيق مطالب التنسيق النقابي، ونحمل المديرية مسؤولية التوتر الحاصل إقليميا ومسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خاصة والمنظومة التعليمية مقبلة على مرحلة حساسة تقتضي تدبيرا مسؤولا ومعقلنا بعيدا عن المزاجية التي لا تزال طاغية. ودمتم للنضال أوفياء، ودامت وحدتنا وصمودنا صونا لحقوقنا ومكتسباتنا. الخبر اللي كاين هو مفاده أن المدير الإقليمي طالب بإيقاف المجالس التأديبية اللي كانت نقطة من نقاط البيان، يعني أن الضغط أتى الأكل ديالو. إذن مزيد من النضال والصمود، وكنا نطلبوا من جميع الشغيلة التعليمية بالإقليم والجهة ككل أنها تبقى حل عينها على جميع الخروقات اللي ممكن أنها تكون. أنا مجموعة ديال الملفات يتم تتبعها من خلال التنسيق النقابي. اللي مهم عندنا هو أنه هاد الفترة هذه اللي هي حساسة أننا نحل نفتح عينينا مزيان، لكن المجموعة ديال الملفات لازالت تدرس بالخفاء لتمريرها ضد على الرغبه ديال القانون. يوسف شنتاف، الجامعه الوطنيه للتعليم، التوجه الديمقراطي، المنخرطه في التنسيق النقابي الخماسي. اذا السياق ديال هذا الوقفه الاحتجاجيه هو الرد على الشكل ديال التدبير اللي تتنهجه المديريه الاقليميه منذ تولي المدير الاقليمي الجديد مقاليد
مقاليد تدبير الشأن الإقليمي في هذا الإقليم. هذا التدبير اللي ربما كيف ما سمعنا في الشعارات ديال التنسيق النقابي شابته الارتجالية المزاجية، بل أكثر من ذلك شابه الكيل بمكيالين. ففي الوقت اللي مجموعة ديال الأساتذة تم عرضهم على المجالس التأديبي بملفات مفبركة، وأشدد على ذلك مفبركة لا ترقى إلى مستوى عرض أستاذ على المجلس التأديبي إلا كشكل من إبراز الذات ديال السلطة التعليمية اللي المفروض خاصها تكون محايدة وما تكلش بمكيالين، بل عكس ذلك أن تكون هي الحريصة على تطبيق مواثيق ديال الرؤية الاستراتيجية اللي تتأكد على مدرسة الإنصاف. مدرسة الإنصاف تقتضي أن الأساتذة يكونوا بحال، ففي الوقت اللي تنشوفوا أساتذة تيتمتعوا بعطل مؤدى عنها ما تيشتغلوش كما ينبغي، هاد الأساتذة اللي عندهم ملفات عامرة على مستوى التغيب فيتم التستر عليهم، بالمقابل يتم عرض أساتذة آخرين على مجالس تأديبية اللي تزيد نأكد أنها مفبركة. زيد على ذلك هو أن المديرية الإقليمية وللأسف تنهج سياسة التدبير الفردي. هذا التدبير الفردي اللي ولى العهد دياله واللي كل بواطيق وكل القوانين والدستور المغربي تأكد على ضرورة التدبير التشاركي ولا شريك للإدارة أقرب من ممثلي ديال الموظفين اللي هنا تنتكلم على إطارات النقابية. هذه الإطارات النقابية اللي للأسف ما تمش تحضيرها ولو لقاء جاد لتدبير الشأن المحلي، كل هذا غيؤدي للأسف إلى تأزيم الوضع والمزيد من التوتر، مزيد من التوتر في المنظومة التعليمية بهذا الإقليم. وتنأكد على أن التنسيق النقابي مستعد إلى مزيد من الأشكال النضالية التصعيدية في حال إلى ما كانش المعالجة الجدية للمشاكل اللي طرحناها. وتحية مجددا. فيبو رحيم، الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم جهة الداخلة والذهب. الوقفة اليوم تأتي ردا على مجموعة من الخروقات في التدبير بشأن المديرية الإقليمية للذهب. بين النقاط اللي جاء فيها التنسيق بيان التنسيق النقابي هي بعض المجالس التأديبية الغير قانونية اللي فبركت لبعض الأساتذة، والصدى ديال التنسيق النقابي والضغط من خلال الوقفة ديال اليوم اللي هي أول خطوة النضالية التصعيدية هو أن المدير الإقليمي طلب بإيقاف هذه المجالس التأديبية لأنه علم علم اليقين بأنها غير قانونية. المهم في الإقليم والجهات الكل هو أننا نوقف بعض التصرفات التي كنا اعتقدنا أنها ذهبت إلى غير رجعة مع العهد السابق، ولكن في كل مرة نتأكد بأنه نفس العقلية ديال التدبير هي التي لازالت سائدة. نحن في التنسيق النقابي من خلال الخمس نقابات ذات التمثيلية نصر على أن يأخذ القانون مجراه في كل المساطر، خاصة أن نساء ورجال التعليم وتلاميذتنا مقبلون على الامتحانات لهذه السنة. نتمنى أن يعي المسؤولون وأن يستوعبوا الرسالة حتى تمر هذه الاستحقاقات في جو سليم، وشكرا.